يمكن أن تتضح في بداية حدث بهذه الطريقة. المعلومات تتكشف رويدا رويدا، نحن نعرضها على المشاهد الكريم ونعتمد دائما على المصادر التي تأتي من وزير الداخلية التركي الذي هو بدأ في هذه التصريحات بأنه هجوم إرهابي أولا، واحتمالية أن يكون عملا انتحاريا. نحن نسمع لإطلاق طلقات نارية من المكان الموجود في مقر هذه الشركة التي شهدت هذا الهجوم الإرهابي الذي يحتمل أن يكون عملا انتحاريا في أنقرة، وبالتالي نحن أمام معلومات تفيد بجرحى وقتلى. الأعداد ليست الآن معلومة ولا معروفة ولا معلنة، ولكننا نتحدث عن تصريح لوزير الداخلية التركي، مصدر رسمي تركي يتحدث عن أنه عمل إرهابي في هذه الشركة في أنقرة. يعني تركيا وأنقرة وإسطنبول يعني شهدتا في العام الماضي والعام قبل الماضي عمليات عديدة في ما يشبه عمليات إرهابية، ونتج عنها قتلى ونتج عنها جرحى، ولكن منذ عام أو أكثر لم تشهد أنقرة أعمال بهذه الطريقة. بالتالي نتحدث الآن عن الصور الأولية لهذا لمكان هذا الانفجار في هذه الشركة في أنقرة، والذي أشار وزير الداخلية التركي بأنه عمل إرهابي، ووسائل الإعلام تتحدث عن إمكانية أنه يكون عمل انتحار. طبعا أيضا وكالات أخرى تركية زي وكالة الأناضول الرسمية اليوم تشير أيضا إلى هذا العمل الإرهابي. لم يتضح بعد سبب الانفجار وإطلاق النار الذي تلاه. قالت بعض التقارير الإعلامية أن الهجوم انتحاري، وذكرت الوكالة أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع. إذن نحن أمام حدث في بدايته، حدث ساخن. هذه الصور الأولية لهذا المكان. بعض وسائل الإعلام تتحدث عن